السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، أتمنى أن تكونوا جميعا بأتم الصحة والعافية. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد عن تحدي المعلومات أصغر الكلاب المثيرة في العالم. في ناس كتير بتحب تربية الحيوانات الأليفة، خاصة الكلاب اللي بتضيف جو من السعادة والحيوية داخل المنزل، ويلاحظ أن بعض الكلاب تتميز بحجمها الصغير وجمالها وطباعها الودودة مقارنة بالكلاب الكبيرة والشرسة التي قد لا تكون مناسبة للحياة في المنزل. الكلاب الصغيرة غالبا ما تكون سهلة التدريب وتتمتع بشخصيات محبوبة، إلى جانب مظهرها الجذاب. وفي هذا الفيديو سنستعرض لكم أصغر الكلاب حول العالم، وسنكشف لكم عن الكلب الذي سيتصدر القائمة في نهاية العرض. لكن قبل كل شيء نرجو دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم إشعارات حول الفيديوهات القادمة، ونبدأ على بركة الله. الكلب بيشون فريز هو نوع من الكلاب الصغيرة، يتراوح وزنه عادة بين 5 و10 كيلو جرامات، ويبلغ طوله حوالي 30 سنتي، ويميزه معطف أبيض كثيف ومجعد مع تساقط شعر محدود، ويظهر لمحة صغيرة من اللون البرتقالي أو الكريمي أو المشمش حول الأذنين، الأنف والكفوف أو الجسم. وتتميز هذه الكلاب بطبائعها المهذبة والحساسة، حيث تظهر لطيفة ومرحة وتتمتع بشخصية فوضوية وتميل إلى التفاعل الاجتماعي بشكل كبير، مما يجعلها تتأقلم بسهولة مع الأطفال والحيوانات الأخرى. كلب بوميرينيان وهو سلالة كلاب تم تسميتها استنادا إلى منطقة بوميرينيان في شمال غرب بولندا، ويصف هذا الكلب على أنه كلب صغير، وأصبحت هذه السلالة شهيرة بين الملوك من منذ القرن الثامن عشر، حيث امتلكت الملكة فيكتوريا كلبا من سلالة بوميرينيان. ويتمتع الكلب بحجم صغير يتراوح وزنه بين 1 و3 كيلو جرامات، ويبلغ طوله من 20 إلى 36 سنتي، ويتميز ببنية قوية وفراء كثيف وذيل مرتفع مع تنوع في الألوان يشمل الأبيض والأسود والبني والأحمر، ويتمتع بشخصية ودودة وحيوية ومرحة، ومع ذلك قد يكون عدوانيا في بعض الحالات مع الكلاب والبشر في محاولة للتأكيد على نفسه. الكلب البكيني هو سلالة صغيرة نشأت في الصين، وكانت تعتبر سابقا سلالة محبوبة لدى الملوك في البلاط الامبراطوري الصيني. تتميز هذه السلالة بعدة خصائص تتعلق بمظهرها الفريد، مثل الوجه المصغر والعينين الكبيرتين، حيث يكون للعيون دور بارز في تمييز الكلب البكيني. يتمتع الكلب البكيني بجسم مضغوط ومنخفض على الارض، ويتميز ببنية عضلية قوية. تكون الالوان الذهبية او الحمراء هي الاكثر شيوعا في فراء معظم الكلاب البكينية، في حين يكون الظهر كريمي واسود وابيض واحيانا رماديا. يتراوح وزن الكلب البكيني بين 3 إلى 6 كيلوغرامات، ويصل طوله إلى 23 سنتيمتر، لكن قد يكون أصغر في بعض الحالات. الكلب بابي لون هو سلالة فريدة تستمد اسمها من مظهرها الشبيه بالفراشة، نتيجة لفراءها الطويل والمهذب الذي يتدلى من الأذنين. تتميز هذه السلالة بذكائها الفائق وثقتها بالنفس، وتتمتع بقدرة استثنائية على تعلم الحيل الجديدة بسهولة. إن كلاب بابل تظهر بشكل هادي وجذاب، وتبدي محبة نحو الأطفال، وتتمتع أيضا بالقدرة على التكامل بسهولة مع الحيوانات الأليفة الأخرى، مما يظهر روحها الاجتماعية. وتتميز هذه السلالة بالمرح والعاطفة، وتعتبر بشكل عام رفيق رائع ومميز. الكلب البلوني المعروف ايضا باسم البلونيا هو سلاله صغيره من الكلاب نشات في ايطاليا، ويستمد اسمه من مدينه بلونيا في شمال ايطاليا. يتميز كلب بلونيا بحبه للاهتمام من قبل البشر والحيوانات الاليفه، حيث يتفاعل بشكل اجتماعي مع الكلاب الاخرى سواء كانت كبيره او صغيره. وتتراوح قامه كلاب بلونيا بين 25 الى 30 سنتي، ويتراوح وزنها بين 2.5 الى 6 كيلوغرام. انها رفقاء حقيقيون يظهرون بالاهتمام من قبل اصحابهم، ويتابعوهم في كل مكان، يظهرون ودود دون تجاه الغرباء، ولكن يفضل تعودهم على ذلك منذ سن مبكرة. يظهر كلب البودل البطاط المعروف ايضا بالبطاط بفرو كثيف ومجعد، ويعتبر كلبا عائليا بامتياز، ويعتبر واحد من اذكى واكثر الكلاب نشاطا في العالم، حيث يحتل المرتبه الثانيه في قائمه الكلاب حسب الذكاء، ويتمتع بمهارات رائعه في عده رياضات وانشطه يمارسها الكلاب، وغالبا ما يكون لديه ردود افعال سريعه، ويبرز كصياد ماهر لطيور المرتفعات، ومع ذلك يتطلب وجود نشاط بدني وعقلي تلبيه احتياجاته. يعتبر البودل البطاط من الكلاب القابله للتدريب بشكل كبير، ويتفوق عادة في التدريب الطاعة، ويتطلب وجود الكلب البطاط اهتماما مستمرا وانشطة تحفيزية، حيث يظهر مهاراته الذكية ونشاطه العالي في تلبية حاجاته البدنية والعقلية. الكلب الصيني المتوج والمعروف ايضا بالكلب الصيني بدون فراء هو سلاله تتميز بغياب شعرها على معظم جسدها باستثناء الراس والارجل. ياتي هذا النوع من الكلب بنوعين، اما بفراء قليل او بدون فراء. ويعتبر الكلب الصيني المتوج من الحجم الصغير، حيث يتراوح وزنه بين 5 و6 كيلو جرام. وتتميز الكلاب الصينيه المتوجه بلا شعر ببشرتها الناعمه مع وجود بعض الفراء على اقدامها وذيلها، ويمتد الشعر الطويل على قمه الراس، مما يميزها بمظهر فريد. ان بشرتها الناعمه والفراء القليل يعكسان جاذبيه خاصه
وتظهر خصائصها الجمالية بشكل مميز. كلب الشواوة المعروف أيضا بلقب شي يعتبر واحد من أصغر سلالات الكلاب في العالم، يأخذ اسمه من ولاية شواوة في المكسيك. يظهر هذا النوع من الكلاب تفوقا في عمليات التعلم، حيث يستجيب بشكل ممتاز لتكافؤ الإشادة بتصرفاته الإيجابية مثل المعاملة الحنونة والمداعبة. نظرا لسهولة تأثرها بالبرودة، يظهر الشواوة غالبا عادة بضغط أجسادها بين وسائد وبطانيات للحفاظ على الدفء، وتميل أحيانا إلى التصرف بشكل يشبه القطط، حيث تتسلق إلى أعلى نقطة على الأريكة، وتظهر غالبا سلوكا يتمثل في التلف اللطيف والاستلقاء بشكل الكرة على قمة الوسادة. وتراوح طول هذا النوع من الكلاب بين 15 و25 سنتيمتر، بينما يكون وزنها عادة حوالي 3 كيلوغرام. الشواوة تجمع بين الصغر والشخصية الفريدة، مما يجعلها سلالة شهيرة كحيوانات أليفة رفيقة. كلب بروكسل هو سلالة مصغرة تم اسمها استنادا الى مدينتها الاصلية بروكسل. يعتبر هذا الكلب صغير الحجم، وكان يربى في السابق في استبلات المستعادة في التحكم في القوارض، ويتميز بظرف قوي واطار قوي على الرغم من حجمه الصغير. وتتراوح ابعاد بريستون البالغ من 23 الى 28 سنتي، مما يجعله كلبا صغيرا يتمتع بقوة بنية جسمه. ويتميز الكلب بروكسل بالودية والتفاهم مع الاطفال شرط الا يتعرض للمضايقات، ويظهر تفاعل ايجابي مع الحيوانات الاليفة الاخرى في المنزل، مما يجعله رفيقا مثاليا للحياة الأسرية. الكلب التوي الروسي المعروف أيضا باسم كلب اللعبة الروسية، ويمثل سلالة فائقة الصغر من الكلاب التي نشأت في روسيا. ويتمتع الكلب الروسي بشخصية ودودة وقابلة للتأقلم بشكل كبير مع الأسرة، حيث يمكن أن يطور رابطا قويا مع أفراد الأسرة. ويعتبر كلب توي من بين أصغر السلالات في العالم، حيث يتراوح حجمه بين 20 و28 سنتي، ويتراوح وزنه بين 1 و3 كيلوغرام. ويتميز برأس صغير بعيون كبيرة وأذنين مثلثتين الشكل. ويحمل الكلب الروسي معطفا صغيرا، مما يعزز سحره الفريد. يعد الكلب الروسي خيارا مثاليا للأولئك الذين يبحثون عن رفيق صغير الحجم يمتاز باللطف والود، ويمكن تكوين رابط قوي مع أفراد العائلة. الكلب الألماني داشهند يتميز الكلب الألماني داشهند والمعروف أيضا باسم الكلب الألماني قصير الأرجل وطويل الجسم، وهو من سلالات الكلاب ذات البنية الجسدية المميزة، حيث تظل هذه السلالة واحدة من أفضل 10 سلالات للكلاب في الولايات المتحدة. ويتميز اللون الأحمر بشكل رئيسي في هذه السلالة، وتليه الألوان السوداء والبنية. يكون وزن الكلب الألماني داشهند عندما يكون صغيرا عادة أقل من 5 كيلوغرام. وتشتهر هذه الكلاب بحيويتها، ولكن مثل كلاب الصيد يمكن أن تظهر عنادا تاما، وتميل إلى مطاردة الحيوانات الصغيرة والطيور وكرات التنس بحماس وشراسة كبيرة، وقد تكون عدوانية تجاه الغرباء والكلاب الأخرى، وتحتاج إلى تدريب جيد لتهدئة هذا السلوك. ويتميزون بنباحهم الصاخب والمتكرر، وقد يتطلبون تدريبا إضافيا للسيطرة على هذه العادة. كلب البلدوج الفرنسي هو سلالة رائعة من الكلاب المنزلية، حيث يحظى بشعبية كبيرة كحيوان أليف. ويتميز برأس البلدوج الفرنسي بشكل مربع وكبير، وتكون الألوان الرمادية الداكنة هي الأكثر شيوعا في هذه السلالة. وتتمتع هذه الكلاب بروح مرحة ورائعة، وتحافظ على اتصال وثيق مع البشر في حال تركها وحدها لفترات طويلة. وقد يعاني البلدوج الفرنسي من قلق الانفصال، وتظهر صفات الصبر واللطف مع أصحابها، ويمكن أن تتفاعل بشكل إيجابي مع سلالات أخرى، مما يجعلها سهلة التدريب وملائمة للحياة في المنزل. الكلب الكروجي يعتبر من سلالات الكلاب التي تربى لرعاية الماشية، وقد نشأت في بنبروك شاير. وتشتهر هذه السلالة بكونها كانت الاختيار الأمثل للملكة إليزابيث الثانية، حيث امتلكت أكثر من 30 كلبا من هذا النوع خلال فترة حكمها. وتظهر خلفية الكلب الكروجي العناد والذكاء، مما يجعل تدريبها قد يكون تحديا، بالإضافة إلى دورها في رعاية الماشية. تستخدم أيضا ككلاب حراسة نظرا ليقظتها وميلها إلى النباح. يحب هؤلاء الكلاب مطاردة أي شيء يتحرك، لذلك يفضل الاحتفاظ بهم داخل مناطق محايدة. الكلب هافينيز المعروف أيضا باسم هافينيز، يعد من السلالات الصغيرة ذات الهيكل الجسدي قوي والمعطف الفخم والطويل الحصري والمتوفر بجميع الألوان. يتميز الهافينيز بشخصية نابضة بالحيوية، ويشتهر بمشيته النابضة، وهي خاصية تميزه عن السواه من السلالات. وتعتبر الهافينيز حيوانا أليفا مثاليا للعائلة، ويعتبر كلبا مصاحبا حقيقيا. تتميز هذه الكلاب بقدرتها على التكيف بشكل كبير مع أي بيئة تقريبا. وتراوح وزن معظم الهافينيز بين 4 إلى 7 كيلوغرامات، وصل طولها إلى 25 سنتي.
الكلب المالتي يعتبر سلالة من الكلاب الصغيرة، ويعتقد أنه نشأ في جنوب وسط أوروبا، على الرغم من أنه لا يوجد صلة تاريخية أو علمية مؤكدة بجزيرة مالطا على الرغم من اسمه. ويتميز الكلب المالتي بجسم مضغوط وطول يساوي الارتفاع، وزين ملتوي تقريبا دائما، ومعطف كثيف حريري لامع يتساقط بكثافة على طول الجسم دون تجاعيد. يكون لون الكلب المالتي عادة أبيض نقيا مع إمكانية وجود مسحة عاجية شاحبة. وزن الكلاب المالطية البالغة يتراوح عادة بين 3 إلى 4 كيلوغرامات. يربى الكلب المالتي عادة للرقة أو ككلب زينة أو للمشاركة في المعارض. معقولة؟ الفيديو خلص؟ والله ما حسيت دلوقتي معاه. أنا محمد محمود من قناتي على اليوتيوب، ادعمني بلايك وادعمني باشتراك، وما تنسوش يا أصحابي ردوا عليا وتقولوا لي إيه أحسن فيديو في القناة عجبكم. شكرا لكم على المشاهدة، تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. وما تنسوش الاشتراك والإعجاب للحصول على المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة في تحدي المعلومات، وشاهدوا أيضا ما يناسبكم من العديد من الفيديوهات المتنوعة والممتازة على القناة، تشجيعا لنا نستمر في إنشاء المزيد من هذه الفيديوهات. ونرجو دعم قناتنا بالاشتراك وتدوين ملاحظاتكم في التعليقات، فنحن في انتظار ملاحظاتكم لتطوير القناة وإنشاء المزيد من هذه الفيديوهات. سلام.